احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا صباح الخير وصباح النصر زي ما احنا متعودين دايما وزي ما كنا مرهنين نفسنا اخر الاسبوع اللي فات لما قلنا ان شاء الله هنيجي يوم الاحد بنقول صباح النصر على كل الاهلاويه من كل مكان في العالم بيشاهدونا الف مبروك علينا ويا رب دايما كده انتصار ورا انتصار ورا انتصار ورا بطوله ورا بطوله ان شاء الله يا رب. صباح الفل يا كريم. صباح العسل عليكي. صباح الفل على كل حضراتكم. شوفوا يا حضرات كل ما بنبتدي معاكم مجموعه كبيره جدا من حلقات 10 الصبح في الاهلي بالجمله الشهيره النهوان بجمله صباح النصر اعرفوا على طول ان احنا ماشيين في التراك السليم. ربنا يزيد الانتصارات ويزود فرحتنا جميعا. بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد هنتكلم من خلالها وبالتفصيل عن كل ما جاء وكل ما حدث في المباراه الماضيه وان شاء الله الجديد هيحصل في ايه وتوقعاتنا لما هو قادم هتكون عامله ازاي الى جانب طبعا تغطيتنا لكل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه بشكل عام. ولكن النهارده يعني بشكل استثنائي يعني اكيد حابين نبتدي مع حضراتكم بان احنا بنتقدم باحر التعازي لنفسنا الحقيقه قبل ما نكون بنعزي اسره هذا الفنان الاستثنائي الكبير الراحل سمير غانم. يعني مش عارفين نقول لكم ايه الحقيقه في فنانين كده قلما يجود الزمان بمثلهم. سمير غانم كان واحد من الناس اللي اتقال عليه الكلام ده وعن جداره وعن استحقاق سمير غانم مجرد ظهوره في اي كادر حتى قبل ما يفتح بوقه ويقول اي جمله حوار ده كان طول عمره كفيل بان هو يرسم الابتسامه على وشوش الكل. ربنا يرحمه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. يعني يمكن انا وانت كريم فعلا كنا بنتكلم قبل الهوا تحديدا عن الراحل سمير غانم والواحد وهو بيقول الراحل كان يعني او بيبقى فعلا حزين هذا الفنان اللي مش هقول بقى الكلام اللي هو اضاف للسينما المصريه والفن العربي هو فعلا ده واقع لكن ده الفنان اللي احنا كبرنا وكنا بنضحك على فنه يعني كنا بنسعد بفنه كنا بنسعد بما يقدم احنا كنا اطفال وايام فطوطه وكبرنا وسمير غانم ده كان بالنسبه لنا رمز كبير جدا ولغايه يعني ما توفى الله يرحمه يا رب ويصبر اهله. والحمد لله على فكره كمان يعني خبر اللي انا برضو عايزه اقوله ان الحمد لله انا قريت على اليوم السابع ان الفنانه دلاله عبد العزيز دلوقتي بقت احسن صحتها جدا والمسحه بتاعتها سلبيه الحمد لله يا رب يعني ربنا يديها الصحه ويصبرها اكيد ويصبرنا جميعا زي ما كنا بنقول فنان عظيم رحل عن دنيانا لكن اكيد الاعمال هي اللي بتبقى. يعني كل تعازينا للمشاهدي وجماهير السينما والمسرح وحتى الاذاعه والتلفزيون على مستوى العالم العربي كله احر التعازي طبعا للفنانه والنجمه الكبيره دلاله عبد العزيز. ربنا يمن عليها بالشفاء ويلهمها الصبر والسلوان هي ونجلتيها دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم. واكيد برضو احر تعازينا للزميل العزيز رامي رضوان والفنان الجميل حسن الرداد. ونخش بقى بحضراتكم على حلقة نخش بقى النهارده ونبدا كده بالتنويه عن الفقرات زي ما احنا متعودين. الفقره الاولى هتبقى عن ابطال جمباز الاهلي والفقره الثانيه هيبقى معانا الزميل العزيز كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره والناقد الرياضي لان اكيد محتاجين يعني نتحدث فيما مضى بس مش بشكل يعني كبير ونركز على اللي جاي لان احنا كمان عندنا ماتشات ويعني عايز اقول لك كمان الفريق بتاعنا مش هيوصل يعني من هنا لهنا على طول من جنوب افريقيا هيسافر على المغرب احنا عندنا ماتشات لسه قويه جدا ويعني باع كبير جدا من التركيز طبعا والتاهل ان شاء الله يكون برده للاهلي والفوز زي ما احنا متعودين. خلينا بقى نبدا عفوا في الدوحه انا اسفه في الدوحه انا اسفه نهضة بركان في الدوحه. خليني بقى اروح مع حضراتكم دلوقتي الاول خبر معانا وزي ما اتكلمنا ان هو التاهل للاهلي لنصف نهائي هنا دوري الابطال زي ما كنا بنقول مباراه مهمه جدا ومباراه كانت رائعه. الاهلي تعادل فيها 1-1 في مباراه الاياب زي ما احنا عارفين بالهدف اللي سجله ياسر ابراهيم حاجه كانت محترمه جدا وكان الاهلي زي ما قلنا ان هو سبق ليه طبعا زي ما شفنا الفوز في مواجهه الذهاب بنتيجه 2-0
0 عشان يتأهل هنا بمجموعه بقى مواجهتي الذهاب والعوده، نتيجه يبقى 3-1، وكده نقدر نقول ان الاهلي هيواجه فريق الترجي بطل تونس، المقرر ان هي تقام كمان مباراه الذهاب احد تقريبا يبقى يوم 18-19 يونيو المقبل في تونس، على ان تقام برضو مباراه العوده بالقاهره هتبقى يوم 25-26 من يونيو. فكل التوفيق باذن الله. الحقيقه الاهلي يعني مش دايما بيفرحنا بس بانتصاراته المتتاليه والمتواليه، لكن دايما بيفرحنا كمان بالارقام القياسيه والتاريخيه اللي بيحققها دايما، وبتكون مصدر لسعاده وفخر عند كل جماهير الاهلي في كل مكان في العالم. الاهلي بنجاحه في التاهل الاخير ده بيعزز من رقمه القياسي في التاهل الى الدور نصف النهائي المربع الذهبي في دوري ابطال افريقيا للمره 17 في تاريخه. الاهلي بيواصل مشواره الناجح في رحله الدفاع عن لقب بطولته المفضله دوري ابطال افريقيا واستكمال مسيره تعزيز رقم قياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطوله للمره العاشره في تاريخه. ان شاء الله ارقام بتحكي حكايات بطولات النادي الاهلي اللي بيحققها دايما واللي دايما بيفرحنا بيها. ولو تفتكر يا نهوان تاني يوم الصبح بعد حصول النادي الاهلي على النجمه التاسعه، تاني يوم الصبح عايزين العشرة دي حقيقه يعني، وبرده طموح مشروع ومقبول لان هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم، وزي ما كنا بنقول يعني فكره برده الماتشات اللي ورا بعض وتخلص من الدوري تخش على السوبر الافريقي تخش على يعني ماتشات ورا ماتشات. ويعني عايز اقول لك ده خبر هيبقى معانا، بس كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان انت هتسافر من هنا على طول على هنا، فبرده ده تعب يعني طبعًا. ده تعب برده على اللعيبه هاد، فيعني احنا بنتكلم 12 ساعه طيران بالظبط فيعني اكيد كل ده بيحسب ليهم. ولما هنا بقى نيجي نتكلم بلغه ارقام، لان اعتقد الارقام هي اللي بتحسم بقى تاريخ الاهلي والارقام، نقدر نقول ان هنا تاهل الاهلي للمره بنقول ال 17 بعد ما سبق ليه التواجد في المربع الذهبي 16 مره قبل كده، نجح في بلوغ المباراه النهائيه 14 مره، وسجل كمان حضوره في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا اربع نسخ متتاليه للبطوله زي ما احنا فاكرين طبعا 2005 و2006 2007 و2008 يعني سنوات لن تنسى، كانت حاجة محترمة جدا، يمكن كمان كلنا كنا بنحضر الماتشات، ونجح كمان الفريق خلالها في بلوغ المباراة النهائية، حقق 3 ألقاب من أصل 4 في نسخة 2020، ونجح كمان في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب التاسع بعد ما كنا هنا بنتكلم 7 سنين يعني غياب. إن شاء الله السنة دي زي ما كريم قال وزي ما كلنا متوقعين تبقى العشرة، ونفضل نقول أكيد العشرة يا أهلي لغاية لما تتحقق بإذن الله. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي طبعا بيترأس بعثة فريق الكرة في جنوب افريقيا كان حريص على تهنئة الجهاز الفني وكل اللعيبة عقب التأهل، واشاد بالاداء الرجولي لكل اللاعبين والانضباط الفني والسلوكي والروح القتالية العالية واصرارهم على تحقيق الهدف. قال ان التأهل لنصف نهائي البطولة يعد خطوة ايجابية كبيرة نحو الحفاظ على هذا اللقب، واكد كمان ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر المنظومة على ان هما يستكملوا المشوار في مباراتي نصف النهائي وبالتالي التأهل للمباراة النهائية واحراز اللقب العاشر ان شاء الله لاسعاد كل جماهير النادي الاهلي. انا هستأذن بس ممكن نرجع الصورة بتاعت الخطيب مرة تانية، لان الصورة دي لفتت نظري ونظر العديد من الناس امبارح بصراحة، وكم كبير جدا من الاهلاوية كان مشيرها هذه الصورة اللي فيها يعني ميكس ما بين حاجات كتيرة جدا يا كريم. لو انت تشوف هنا هتلاقي اولا في فخر، في زي ما تقول كيان، يعني انت بتكلم برمز كيان. انا مش ببالغ على فكرة، انا الصورة دي فعلا من الصور، انا عمري علقت على صورة قبل كده، الصورة دي فعلا حلوة جدا طبعًا. انا عاجبني قوي. بص هنا بعد التأهل ويبقى رمز النادي الأهلي موجود، وفكرة الدعم أصلا وبتواجده مع اللعيبة نفسيا وغيره، أنا عجباني الصورة دي جدا. وعارف النظرة حتى لو في ماسك تحس النظرة فيها اللي هي إيه well done، يعني تحس إن الخطيب بيتكلم مع الفريق well done، يعني في سعادة في كده زي ما تقول إيه رضا عن الى حد ما الاداء الاهلي برضو وصل لي. انا عجبتني هذا الرجل استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، من ايام ما كان في الملعب وبعد خروجه بره الملاعب هو شخص استثنائي، كاريزمته استثنائيه صحيح. اخلاقه استثنائيه، كل ما فيه استثنائي الحقيقه، فيعني بنوجه له اكيد تحيه كبيره جدا وتهنئه، وان شاء الله تهنئه يعني كمان يعني فتره مش طويله قوي ان شاء الله نكون بنهني كابتن محمود الخطيب وجماهير الاهلي في كل مكان بالنجمه العاشره باذن الرحمن. باذن الله. وزي ما كنت بقول لحضراتكم النهارده هيتوجه بقى الفريق للدوحه ليخوض مباراه السوبر الافريقي امام فريق نهضه بركان المغربي زي ما احنا عارفين، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي هو اعلن سلبيه المسحه اللي اجرتها بعثه الفريق الحمد لله
تمهيدا للسفر للدوحة، وأضاف كمان أن بعثة الأهلي ستغادر جنوب أفريقيا في طريقها للعاصمة القطرية الدوحة في 12 من ظهر اليوم الحد، استعدادا بقى لمباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. خلونا كده نروح برضو نعرف آخر التطورات والأخبار مع مراسلنا كريم أحمد من جنوب أفريقيا، وكمان إيه مستجدات البعثة. يعني كريم بتصبح عليك أنا وكريم وكل جمهور 10 صبح في أهلي بيسمعك، تفضل. صباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحية أكيد لكل جمهور النادي الأهلي اللي بنبارك له على أكيد تأهل النادي الأهلي إلى السيمي فاينال في دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله بإذن الله. خطوات بسيطة جدا بقى تحسمنا على البطولة العشرة، الحلم الكبير كالعادة لكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل. كانت فرحة مميزة وفرحة كبيرة جدا أمس، لكن إحنا متعودين الفرحة بتكون قليلة في توقيت قليل، ثم مباشرة بتكون دوافع مختلفة ورغبة كبيرة في تحدي جديد في السوبر الأفريقي. الأمور الحمد لله مش بشكل رائع ومميز جدا في المباراه. الاداره الفنيه الحقيقه لبيتسو موسيماني كانت اكثر من رائعه، اداء اللاعبين ورجولتهم كل الامور دي الحقيقه شفناها، وكان جمهور النادي الاهلي لمسها بشكل كبير جدا، فيمكن دي النقطه المهمه. كمان الكابتن محمود الخطيب الحقيقه حي اللعيبه على ادائهم المميز وعلى الرجوله وعلى شخصيه النادي الاهلي. مباراه كانت حساسه ومباراه كانت حاسمه، لكن الحمد لله الظروف الحمد لله كانت معانا، المناخ كان معانا، كل الامور الحمد لله. كل من يجتهد وكل من يكون على قدر المسؤوليه ربنا بيكافئه، ده الحمد لله اللي قدر النادي الاهلي حققه امس في مباراه اكثر من رائعة لفريق النادي الأهلي. عايز أتكلم معاكم طبعا بقى على الفصل التام اللي انتهت خلاص البطولة الأفريقية بالنسبة للموسيماني في هذه اللحظات، ثم تفكيره الكامل للسوبر الأفريقي الأهلي ونهضة البركان في قطر. احنا الحمد لله المسحة كانت سلبية كعادة بعثة النادي الأهلي بالتزامها الإجراءات الاحترازية المشددة كعادة كل البعثة بالكامل. احنا دلوقتي في اللحظات دي خلاص نقدر نقول احنا نتوجه الى المطار، طائره النادي الاهلي ستكون 12 دورا بتوقيت بريتوريا، ثم 7 ساعات الى اسوان، هتكون ساعه ترانزيت، ثم 3 ساعات ونصف الى قطر. يعني ممكن البعثه بالكامل تصل في 10 مساء. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي، حلم كبير وحلم جديد، بطوله غايبه عن كل فريق النادي الاهلي وعن النادي الاهلي وجماهيره من فتره طويله جدا، لكن ان شاء الله باذن الله مع المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. لكن اكيد بقى من خلالكم ومن خلال شاشه قناه الاهلي النادي الاهلي هنكون مستمرين معاكم بكواليس خاصه وحصريه يوميا من قطر، ننقل فيها كل الاخبار وكل كواليس النادي الاهلي اللي بيستعد بكل قوه لهذه المباراه. عوده لك زميلي كريم، عوده لك زميلي تلاوان. بنشكرك دايما زميلنا المتالق حقيقي كريم احمد، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما اكيد في القناه قناه الاهلي او على البرامج المختلفه، احنا بنحب دايما ان احنا نكون مع حضراتكم لحظه بلحظه وننقل صوره حيه، فمراسلنا في كل مكان وطبعا كريم احمد تحديدا مع البعثه مرافقها، فان شاء الله كل كده يعني فتره زمنيه قصيره هنكون بنعرض لحضراتكم المستجدات للبعثه، كل التوفيق ليهم باذن الله. طبعا فرحتنا كبيره جدا بتاهل النادي الاهلي للمربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا، مهم جدا جدا كمان ان احنا نحيي كل واحد في الفريق وعلى راسهم بيتسو موسيماني اللي الحقيقه يعني كان مثار لبعض الانتقادات في الفتره الاخيره، البعض من الناس كان عنده شويه تحفظات فيما يتعلق ب يعني خطط بيتسو موسيماني، تغييرات وتبديلات الى اخره، لكن الحقيقه هو اثبت في نهايه المطاف انه مدرب محترف، دايما بنلاقيه بيعترف باي اخطاء ان وجدت ودايما بيسعى لتصحيح هذه الاخطاء. امبارح بيتسو موسيماني قال حققنا هدفنا بالتاهل، اخذنا قرارات سيئه في بعض الاوقات، سان داونز استحوذ على الكره اكثر مننا، ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز. واشار كمان ضمن مجمل كلامه الى ان فكره الحديث عن وجود ثغرات في دفاع النادي الاهلي هي شيء غير صحيح بالمره، قال نحن سجلنا 3 اهداف في مرمى سان داونز، اذا من هو الفريق الاضعف دفاعيا؟ كلام منطقي جدا من موسيماني، طبعا بنحييه مره ثانيه على جهده وبنحيي كل اللعيبه وكل الجهاز الفني. يعني انا تابعت امبارح عايزه اقول لك المؤتمر الصحفي، وفعلا زي ما انت قلت كلام محترم جدا برضو موسيماني قاله، فكره كمان الحديث عن الاستحواذ تحديدا اعتقد ان هي يعني منطقيه جدا، مش معنى ان انت تبقى مستحوذ على الكره يبقى انت هتفوز، وفي نفس الوقت ممكن تكون خطتك اصلا، وده اللي كان اعتقد التركيز عليه ان احنا كنا بندافع اكتر ما بنهاجم، لان احنا اوريدي يعني ضامنين الى حد ما يعني المباراه، ولكن احنا عايزين نحافظ، فاحنا كنا بنتكلم ان احنا عايزين ندافع اكتر، فالاستحواذ عمره يعني ما كان دليل ان انت يعني هتفوز بالمباراه او لا، واكبر دليل زي ما احنا شفنا في المباراه يعني بالامس. لكن احنا لو هنتكلم فعلا كفريق، لا احنا الفريق بتاعنا الحمد لله لعب بشكل محترم جدا، ويمكن في اسماء، وطبعا في الفقره التحليليه مع زميلنا كريم هنتكلم بشكل اكتر تفصيلا، بس في بعض كده العناصر كمان اللي كان ليها دور كبير جدا، مش هنتكلم بس عن ياسر ابراهيم، مش هنتكلم بس عن الشناوي، لا ممكن
ممكن نتكلم كمان عن رامي ربيعه والعوده القويه جدا يعني بعد غياب بسبب الاصابات اللي كانت يعني عنده الفتره اللي فاتت، لكن عودته كانت اكثر من رائعه بصراحه، شفنا ده جدا وكان في اعتماد عليه بشكل كبير كمان من قبل موسيماني زي كبلاي ميكر، فاعتقد ان هي كانت مباراه في غايه الاهميه. على كل حال خلينا نكمل او النقطه اللي انت اتكلمت فيها يا كريم وموسيماني، لان هو امبارح برضو في المؤتمر الصحفي تحدث ان هو اتعرض لهجوم، وهو قال كده، قال انا تاثرت لما رايت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب وقلت لنفسي يعني ماذا افعل اكثر من ذلك، قدمت الكثير لفريق سان داونز وعموما انا مستمر في طريقي ولا اريد ان اتحدث اكثر من ذلك، لابد ان استمر في حياتي وهذه هي كره القدم. واضاف كمان ما تركته في جنوب أفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن سان داونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا، رحلت بسلام وتصافحنا ولن أتحدث أكثر من ذلك. حقيقة الضغوط اللي شافها يعني خلينا نقول موسيماني الفترة اللي فاتت مش بس من يعني من اللي احنا بنشوفه أو اللي شفناه في سان داونز، لا هي ضغوطات كتيرة جدا هنا كمان في الداخل، لكن يعني زي ما موسيماني قال هي دي كرة القدم وهو ده دايما اللي بيحصل، يعني ما بيبقاش فيه رضا تام عن اي مدير فني، ما بيبقاش فيه يبقى فيه رضا تام عن كل المباريات، دايما الجمهور بيبقى عايز فوز ورا فوز ورا فوز، ربما ده بيكون يعني ما بيحصلش لاي فريق في العالم، ولكن دي بتبقى او ده بيبقى العشم يعني زي ما بقول كده، قدر اي حد بيدرب فريق كبير انه بيتعرض دايما للانتقاد ودايما تحت الاضواء ودايما بتلاقي في وسط الجماهير حتى لو اغلب الجماهير راضيه ومرضيه لازم يطلع كل شويه حد مش عاجبه اللي بيحصل، مع ان اللي بيحصل ده ممكن يبقى اكتر من ممتاز، لكن في ناس ما بيعجبهاش العجب، فده قدر بيتسو موسيماني، والحقيقه ليه حق الى حد كبير انه يزعل، لان هو ما تنسيش برضه ان الراجل ده مش بس قضى فتره لطيفه جدا مع سان داونز وكمان ليه ايادي بيضاء كتير مع الفريق، فالماتش ده كان ليه حساسيه شديده جدا، وبرضه كالعاده التعصب موجود في كره القدم كما عهدناه ونتمنى ان هذا الامر ينتهي. بس انت عارف يا كريم برضه لان الناس لما امبارح قالت الكلمه دي في ناس كانت كتير بتعلق بيقول لك ده مش الجمهور هناك، يعني الناس هناك مش بالاخلاق دي، وده اللي قاله برضه وباكد مع حضراتكم امبارح موسيماني لما كان بيتكلم، قال انا على علم بمن هو وراء هذه الفوضى او يعني اللي حصل ده، هو اتكلم ان هو على علم، فربما الموضوع يكون حسابات شخصيه، لان انا بقول لك هناك الناس مش كده يعني هم ما كانوش كتير على فكره، ان كان في صوره انتشرت من امبارح للنهارده على السوشيال ميديا، المفروض ان دي سكرين شوت متاخده من فيديو صورته زوجته لو انا مش غلطان كانت متواجده معاهم في الاتوبيس او شخص ما كان موجود معاهم في الاتوبيس، وشفنا من خلالهم شويه ناس لابسين التيشيرت الصفرا بتاع فريق سان داونز، لكن ما تقدريش تعرفي بقى الناس دي فعلا ماجوره موتوره ولا مشجعين متعصبين بالظبط. هو ده اللي قاله موسيماني، يعني هو بيقول ان انا على علم من وراءه، على كل حال احنا هننتظر، بس مهم ان احنا زي ما هو قال حتى في المؤتمر الصحفي احنا هننظر لما هو قادم، لسه قدامنا شوط كبير جدا يعني. كان في كمان رساله مهمه جدا توجه بيها موسيماني بالامس، رسالته الموجهه لجمهور النادي الاهلي، قال لهم بالنص اشكركم على الدعم واطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري ابطال افريقيا العام الماضي، والنهارده احنا وصلنا مع بعض لنصف نهائي البطوله وبنركز حاليا على كاس السوبر الافريقيه، وطبعا زي ما الاهلي بيعمل دايما ده كلام موسيماني، احنا دايما بنقفل صفحه مباراه وبنفكر في المباراه اللي بعدها، وده اللي بيحصل حاليا وتفكيرنا حاليا منصب على مباراه السوبر الافريقي، مباراه مهمه للنادي الاهلي طبعا امام نهضه بركان. خلونا نسمع كلمه موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. انا بس اتاثرت الحته لما شفت اللوحات اللي كانوا ماسكينها بره وقفوا، يعني لاجل اللوحات اللي كانت ضده وقفوا الاتوبيس وكان فيه الناس اللي كانوا شتموا والدته. حسيت بصرف what else should I have done for this team to get the respect. فقلت لنفسي كان المفروض اعمل ايه للفرقه دي اكتر من كده عشان ادول احترامهم. But it's football, I understand. لكن ده كره قدم انا متفهم. And I know the person who وانا عارف الشخص اللي عمل ده وعارف مين الشخص اللي ورا ده. كان مضايق عشان اخرج لازم اتحرك ومضايق مشيت، لا لازم استمر في حياتي. There's more. I don't want to talk. مش عايز اتكلم اكتر. The things that I've received before I came for my match from South Africa to show my form and show you my things. الحاجات اللي شفتها قبل المباراه دي في جنوب افريقيا اوريكم الرسائل اللي جت على التليفون وشوف حاجات ثانيه. Correspondences I've received, emails I've received. كان بيجي لي ايميلات وبيجي لي رسائل. Don't let me go. عايزك ما تخش عليا امشي. And
those emails are not from South Africa. They come from the main office. والإيميلات اللي جات له دي بقيت الإلكتروني ده ما جاتلوش من الجمعية، لا جات من المكاتب الرئيسية. And there's one person who can allow that. هو شخص واحد بس ممكن يسمح في ده. For these emails to come. الإيميلات توصلني من الإيميلات دي. Emails from lawyers. How I left, why I left. في المحاميين سبت ليه ومشيت إزاي. But that I'll save it for my book. I'll write a book. في يوم أيام هكتب كتاب وأحط فيه حاجات دي. I have the book. I just kept it and I said, you know. مش عايز اتكلم اكتر من كده. But now that the situation is like this. الموقف زي ده. الحافي. Later I'm gonna write a book. بعد كده قدام الحمد لله هتكون كتاب احسن. Let me go. عشان الشخص هو سابني يمشي. Let me go. You know. But anyway. Coach, you understand it's obviously very emotional. Yeah, no, it's not right. It's not right. But coach, if we can maybe just yeah, focus on the chance. But I needed to say this. حبيت أقول بقول فات نرجع المباراة تاني بس هو قال حبيت أن أقول ده قبل ما أتكلم عن الفريق. Completely understood, coach. Coach, but just quickly, just your team's performance. You must be proud of the way. Look, we. Can we please just in the background just keep the audio down? Champions League only started after. The last eight. That's what the Champions League is. What's the title to the Champions League? Between that and the end, the title. The name of the group and all about the warm-up. طيب خلينا بقى نتكلم شوية عن اللعيبة واللي احنا دايما بنبقى عارفين ان هم بيثبتوا كل مباراة ان هم على قدر المسؤولية رغم يعني الانتقادات اللي البعض بيوجهها لكن احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر هم على قدر المسؤولية. امبارح كان في احتفالية كبيرة بالصعود واكيد احنا النهاردة بقى بنتكلم ان هم هيركزوا على مباراة نهضة بركان خلاص هو ده اللي قادم المغربي في بطولة هنا السوبر الافريقي لكن محمد الشناوي امبارح كمان حارس مرمى الفريق هو اتكلم بعد المباراة وأشار يعني هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين ورغبة كبيرة عشان الفوز كمان بالسوبر الأفريقي للاستمرار في إسعاد جماهير الأهلي وكان لي يعني تصريح كده أكيد برضو هنتابعه. طبعا يعني مهم جدا ان احنا نقول ان اكيد الفريق الفتره الجايه قدامه مباريات في منتهى الاهميه قدامه بطولات في منتهى الاهميه وطبعا ما عندناش ذره شك كجماهير وعشاق لهذا الفريق ان يعني ما حدش فينا عنده ذره شك في ان اكيد كل اللعيبه واخدين بالهم كويس قوي ومدركين حجم صعوبه هذا الامر لكن كمان عندهم رغبه واضحه جدا 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 في تحقيق الفوز وبشكل دائم ومستمر دايما عندنا ثقه في ان الروح العاليه والاخوه بين لعيبه النادي الاهلي دايما ستظل سائده عشان كده هم دايما بيقاتلوا لتحقيق الفوز في كل المباريات من اجل تحقيق البطولات واسعاد الجماهير روح الفانيلا الحمراء وروح الفريق زي ما بيسموه. انا متفق معاك روح الفريق ويمكن دي كمان في جمله مهمه ياسر ابراهيم مدافع الفريق قالها بعد التاهل عن تسجيله للهدف امام سان داونز هو قال انا يعني اهم عندي من او الاهم عامه من تسجيل الاهداف هو بقى بلغنا نصف النهائي ومواصله رحله هنا الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمه العاشره وخلينا نقول هو ده الاهلي فعلا يعني احنا دايما بنتكلم وبنتعامل بروح الفريق وبعد كده كل بطوله بندور على اللي بعدها والفوز بندور على اللي بعده والبطوله بندور على البطوله اللي بعدها عشان نحطهم في دولاب البطولات اللي الحمد لله مليان قد كده لما بنروح يعني مش عايزين نبني يعني فاهم عايزين نعمل كده كام رف جديد والله خلينا احنا نشوف ونسمع كده تعليقات اللاعبين ونرجع نكمل. قلنا اكتر من مره رجوله واصرار وربنا بيكافحك الحمد لله قول لي حاسس ايه النهارده بالفوز وبهدفك النهارده والحمد لله على الفوز النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ببارك للعيبه كلها الرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه والعمال بتوعنا هي دي قلب النادي الاهلي وهي دي الرجاله اللي بتبان وقت الماتشات الجامده والقويه دي
الحمد لله ركزنا في الماتش وذاكرنا كويس، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نطلع بالماتش النتيجه 1-1. كنا نفسنا نطلع بالمكسب طبعا عشان نفرح الجمهور، بس الحمد لله النتيجه برضو اللي احنا كان رقم واحد ان احنا نصعد يعني. فالحمد لله وان شاء الله نكمل ونفكر في اللي جاي عندنا، خلاص الصفحه ده نفرح النهارده ونقفلها ونفكر في السوبر ان شاء الله. الماتش صعب جدا واحنا عارفين ان الماتش صعب جدا، لعب فرقه محترمه جدا وبنلعب على ارضها وهم على طول بيحبوا يجونا في الملعب ده عشان عشان يضايقونا، واحنا عارفين ان هم بيحبوا يضايقونا على طول، بس اللعيبه ديت لعيبه رجاله بيبقوا على طول في المواقف الصعبه على قد المسؤوليه. احنا كنا عايزين نصعد والحمد لله احنا كنا جايين لهدف واحد، والهدف اللي احنا نصعد الحمد لله صعدنا. اول حاجه بقول للجمهور الف الف مبروك، نفرح النهارده وبكره ان شاء الله عندنا بعد 5 ايام بطوله نركز فيها عشان ان شاء الله نقدر نفرحهم. هي غايبه عندنا بقى لنا 7 سنين او 8 سنين، ان شاء الله تبقى بتاعتنا ونركز ان شاء الله بعد يومين ونفرح اليومين دول ونخش ان شاء الله بعدها على طول اول ما نوصل قطر نركز في البطوله. عندنا بطوله مهمه وبقول للناس كلها الف الف مبروك، انتوا رجاله النهارده وللجهاز والاداره كلهم الف الف مبروك، واللي جاي اكتر ان شاء الله هنتعب. اللي جاي احنا عندنا 3 بطولات الفتره الجايه، نفكر في اللي جاي، احنا بناخد خطوه بخطوه ولاعيبه على قد المسؤوليه ولاعيبه كلها رجاله ان شاء الله. ربنا فرح الجمهور فرح الناس كلها. بشكر اللعيبه جدا جدا جدا، اللعيبه كلها رجاله. احنا جايين من مصر عشان نصعد وعشان نكسب هنا كمان، فالحمد لله ربنا كرمنا تعادلنا بس كان نفسنا نكسب، بس الحمد لله صعدنا وصعدنا بشكل مميز. اللعيبه النهارده كلها كانت رجاله، بغض النظر ممكن يبقى في حاجات بس الحمد لله احنا هو ده اللي احنا عايزينه من الماتش، ان احنا الحمد لله احنا نصعد ونقفل القصه دي دلوقتي. عندنا يعني النهارده هنتبسط ونفرح على المجهود اللي حصل يعني من اللعيبه كلها. ان شاء الله بكره هنقفل القصه دي، عندنا رايحين مهمه ثانيه، ماتش السوبر الافريقي بقى له فتره كبيره ما خدناهاش، ان شاء الله ده الهدف اللي احنا باصين له بقى دلوقتي، ان احنا نكسب البطوله دي، بطوله غاليه علينا، وان شاء الله نحقق حاجه كويسه. ودايما احنا رجاله الحمد لله، اللعيبه كلها رجاله. ببارك لك يا بدر وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي، اصراركم وعزمكم كانت باينه جدا من اول دقيقه. حابب تقولي على الفوز وحابب تقولي لعيبه النادي الاهلي؟ والحمد لله، اولا عاوز اقول مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله اليوم الهدف اللي جينا علشان حققناه اللي هو كان التأهل. اظن اننا الجهاز الفني درس المباراه كويس، ادانا اليوم شفت لاعبنا بخطه غير اللي متعودين من نلعب بها. رامي ادى مقابله كبيره على مستوى لا دفاعيا لا هجوميا. الحمد لله احنا كنا مركزين من اول دقيقه وكنا عارفين اشتغلنا على نقاط ضعف ونقاط القوه تبع سان داونز، كنا عارفينهم ان النقاط من بين نقاط ضعف تاعهم هما الضربات الثابته وحاولنا اننا نجيبوا منهم جوال. تاتلنا الهدف اول مبكر اللي خلانا الحمد لله اننا نكمل الماتش باريحيه الحمد لله. متعودين ان خلص الماتش بنبدا نستعد على طول في بطوله جديده بدوافع جديده، عندنا السوبر الافريقي، جمهور النادي الاهلي مستني البطوله دي بشكل كبير جدا. هنحضر ازاي وشايف المباراه اللي جايه ازاي في السوبر الافريقي امام نهضه البركان؟ هو دلوقتي احنا اليوم خلصنا ماتش سان داونز، خلاص احنا بعد بكره راح نبدا نفكر ونحضر. بكره راح نحضر كل استعداداتنا علشان ناخد البطوله دي، بطوله كبيره برضو امام فريق مغرب اللي كنت لعبت فيه سنه على سبيل الاعاره نهضه بركان. الحمد لله انا كثير سعيد وان شاء الله اتمنى اننا نفوز بالبطوله دي برضو. فوز مهم جدا الحقيقه، ويمكن مستر بيتس موسيماني حضر بشكل مميز جدا للمباراه، اصرار وجديه وعزيمه لعيبه النادي الاهلي كالعاده. حابب يقولي على الفوز النهارده وببارك له وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. Yes, mabruk to everybody, the players, everybody in Cairo, the technical team, good support from the board, and Captain Khatib is here. دعم كبير مجلس إدارة من كابتن خطيب معانا هنا في الرحلة. We fought, we played smart, we scored here, so it was the same score of last year. لعبنا ولعبنا بذكاء وسجلنا هنا نفس الاسلوب اللي عملناه السنه اللي فاتت والتسجيل اللي سجلناه السنه اللي فاتت. Yes, very difficult game. ماتش صعب جدا طبعا. But normally you must sort out your problems at home first. بس طبعا لازم تحل المشكله. تحل المشكله هنا عاوزه تبقى اصعب، انت سهلت الدنيا هناك. كان ممكن يلعب افضل ويطلع بالكوره احسن، باص الكوره يطلع بيها احسن. التمرينات ما كانتش عايله نطلع بالكوره بس اشتغلنا كويس الحمد لله. أناش حاجة لسه، خلاص دلوقتي خلاص المباراة هتنتهي، هنبدأ نحضر على طول المباراة القادمة. مستر بيتس شايف الفترة اللي جاية ازاي والمرحلة اللي جاية مع لعيبة النادي الأهلي؟ We don't talk about the semi final now, we talk about the next game. مش هتكلم عن ده بالنهائي، هتكلم الماتش الجاي. نهاية البركان في السوبر. في السوبر كاب. After that we will talk about it. بعد كده نتكلم بقى على
الخصم القادم يعني. We need to keep calm. محتاجين نهدى. Of course we must celebrate. طبعا لازم نحتفل. Focus. بس لازم مركزين برضه. لا فوز وصلنا الدور التالي. The most dangerous game is the one coming. الماتش الأصعب هو اللي جاي دايما. مبروك. مبروك مبروك everybody مبروك. طيب هو في حاجه بس صغيره وعايزه يعني اقول لحضراتكم ان انتوا اللي فكرتوني بيها دلوقتي وانا بتابع على تويتر يعني اللي بيتبعت. ناس كتير كاتبه لي مبروك يا نهاوند على التوقع السليم للمره مثلا العشرة. انا مش شايفه حد بيقول لك يا شيخ نهاوند وحد بيقول لي يا مبروك يا شيخ نهاوند لان انا توقعت ان احنا هنحرز جول. بص المهم انا بتوقع لينا صح. انا قلت 1-0 احنا جبنا 1-1 الحمد لله بس انا قلت 1 ان احنا هنجيب حصل وانا شاهد على الكلام ده وأمة لا إله إلا الله اللي اتفرجت على الحلقة. أما ليه ما قلتش أي جملتين يعني ولا أي حاجة؟ ما احنا بنأكد أهو ده أنا اللي بروست لك. هم اللي فكرونا الناس. الشيخ نهاوند ده. لا بس يا رب دايما كده التوقعات تبقى سليمة وأحسن كمان مما نتوقع. يا رب يا رب إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نتعرف مع حضراتكم على حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. عايزه اقول لحضراتكم ان النهارده افضل يوم في الاسبوع. يعني انا بصيت كده على التوقعات الاسبوع ده الصبح النهارده اكتر يوم يعني جيد لان اللي جاي بعد كده هتطلع بقى 33 و34 و36 و38 يا ريت هتوقف عند ال 36 يا ست الكل. احنا خلال شهرين ونص بكتير هنتحمص كلنا. لا انا بس يعني بديكوا فكره ويعني ده برده لو حد عنده مشاوير يا ريت يعملها النهارده. اعتقد الجو مناسب لحد ما انت عارف في ايام بيبقى فيها يعني ارتفاع شديد في درجات الحراره بيبقى صعب جدا. فعلى كل حال احنا هنطلع فاصل بس لسه اخبارنا هنكملها مع حضراتكم بعد الفاصل. خليكم معانا.
مره ثانيه بنبارك لحضراتكم ونبارك لنفسنا على التاهل يعني لنصف نهائي دوري الابطال، وان شاء الله اللي جاي يكون كمان افضل. خلينا بقى نتابع دلوقتي زي ما احنا متعودين كل يوم اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا هتكون هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير، ونصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. يا صباح النصر والتأهل لسيمي فاينل دوري أبطال إفريقيا. يعني خلوني أنا هواندو يا كريم قبل ما أبدأ كلام عن أخبار الفرق الرياضية أقول لكم إنه في حالة من السعادة والطاقة الإيجابية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يعني جميع الأعضاء عندهم حالة من الفخر بعد تخطي عقبة سان داونز وتأهل الفريق لنصف النهائي طبعا للمرة 17 وتحقيق رقم قياسي جديد. يعني إحنا خلاص على بعد خطوات بسيطة جدا من تحقيق حلم التتويج بالنجمة العشرة، بنتمنى طبعا كل التوفيق فرقنا. خلونا دلوقتي بقى نبدأ أخبار الفرق الرياضية والألعاب الأخرى، واستكمالاً الحديث عن لعبة كرة القدم، ناشئين كرة القدم 2003 قدروا يحققوا فوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الـ16 من المرحلة النهائية من بطولة الجمهورية. الحقيقة افتتح التسجيل للنادي الأهلي اللاعب ميدو أسامة، لكن نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق التعادل قبل انتهاء الشوط الأول. بعد كده سجل اللاعب ميدو نبيل هدف الفوز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، وبكده يكون أضاف النادي الأهلي 3 نقاط جداد، وإن شاء الله هو أيضا على بعد خطوات قليلة من التتويج ببطولة الجمهورية. خلونا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة بيتأهلوا لنصف نهائي بطولة كاس مصر، ده طبعا بعد ما قدروا يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 3-0. المباراة كانت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء يوم الجمعة الماضي. انه كان في سيطره من سيدات الذهب طوال المباراه، يعني قدروا يحسموا الشوط الاول بنتيجه 25-14، الشوط الثاني بنتيجه 25-13، والشوط الثالث بنتيجه 25-8، وبكده الحقيقه يكونوا بيتاهلوا سيدات كره الطايره لنصف النهائي مباشره، الحقيقه بعد انسحاب فريق 6 اكتوبر وفريق اصحاب الجياد من دور الـ16. بنتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا ان هدف سيدات الذهب هو التتويج بثنائيه هذا الموسم بعد طبعا التتويج ببطولة الدوري. أيضا رجال كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0. المباراة أقيمت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل. كان في أيضا سيطرة من رجال الماسترز طوال المباراة، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-20، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-15. وخليني أقول لكل المشاهدين أن الفترة دي فترة مهمة جدا في مسيرة حسم لقب الدوري لرجال كرة الطائرة، يعني خلاص متبقي مباراتين. المباراة القادمة هتكون أمام الجيش على صالة الجيش يوم الأربعاء القادم، والمباراة الحقيقة الأخيرة واللي هتحسم لقب الدوري هتكون يوم الأربعاء اللي بعده أمام الزمالك. لسه لم يتم تحديد ملعب المباراة، لكن في الأغلب ستقام على ملعب المقاولون، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا رجال الماسترز قدها، وإن شاء الله هيحسموا بطولة الدوري. خلونا نروح للعبة كرة السلة. رجال كرة السلة مستمرين في فترة الإعداد طبعا بعد توقف بطولة دوري السوبر بسبب البطولة الإفريقية، يعني بكرة هيكون عندهم مباراة ودية ودي المباراة الثانية أمام الجزيرة، كل ده طبعا عشان يحافظوا على مستواهم البدني والفني في فترة التوقف، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان معانا خبر عن بنات كرة اليد 2006 قدروا يحققوا فوز على فريق الأولمبي بنتيجة 36-32، يعني المباراة كان فيها الحقيقة ندية كبيرة جدا من قبل الفريقين، يمكن بنات كرة اليد ما قدروش يحسموا المباراة بسكور كبير، لكن نقدر نقول ان روح الفانيلا الحمراء كان ليها دور كبير جدا في حسم المباراة، وقدروا يفوزوا وبكده يكونوا فازوا مباراة اخرى من بطولة الجمهورية. دي كانت اخبار الفرق الرياضية. خلونا نروح الأخبار الاجتماعية. ومجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة بذل جهود كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة الصحة لتسهيل عملية تلقي لقاح فيروس كورونا لجميع أعضاء النادي الأهلي، يعني كل الأعضاء ياريت يتجهوا لمكتب الخدمات بالنادي يسجلوا اسمهم والكود الخاص بيهم، والنادي هيعمل طبعا كشوفات بأسماء الأعضاء وهيتصل بوزارة الصحة، وزارة الصحة هتقوم بالاتصال بالأعضاء لتبلغهم طبعا بمكان وميعاد تلقي اللقاح. طبعا دي خدمة جاية
جيده جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. كمان لكل الاعضاء اللي حابين يتجهوا لمقر النادي الاهلي بالجزيره، حابه اقول لكم ان في حاله من النشاط، الاعضاء بالفعل بداوا التوافد على مقر النادي. درجه الحراره دلوقتي 25، وكمان حابه اقول ان في سيوله مروريه جيده لكل الطرق المؤديه للنادي، فتقدروا تيجوا النادي وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه وكمان الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. يعني تغطية حقيقية أكثر من رائعة يا هنا، ما سبتلناش حاجة نسأل عنها. بس أنا على فكرة لو أنت هتفضلي في النادي أنا جاية بعد الهوا إن شاء الله، هنعدي بس يعني مسافة السكة الشارع، معرفش كريم هيعرف يجي ولا لا، بس أنا إن شاء الله هكون موجودة على واحدة كده في النادي. الحاجة التانية بس أنا عايزة أكد على النقطة دي، فكرة كمان هنا الخدمة المحترمة اللي بيقدمها النادي للأعضاء، إن أنت ممكن تروح وتسجل في مركز الخدمات اسمك وبعدين تتلقى يعني لقاح فيروس كورونا، فاعتقد دي خدمه في منتهى الاحترام. فيعني وده اللي احنا متعودين عليه، خدمات بتقدم من النادي الاهلي فعلا يعني لخدمه الجمهور بشكل مباشر. انا بشكرك جدا يا هنا على هذه التغطيه، وخلينا بقى نروح نسمع منك اخبار الرياضيه. نسمع من اختنا وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معاها من الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وفي تحديدا خبرين عايزين يعني نستهل كلامنا معاك يا مريم بخصوصهم. الخبر المتعلق بيه ان في موجة برد قارس تسببت في وفاة 21 متسابق خلال واحد من الماراثونز الشهيرة، وكمان عايزين نعرف منك يا ترى الصحف في جنوب افريقيا كيف تناولت يعني صعود النادي الاهلي وتأهله للمربع الذهبي على حساب سان داونز. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا ببارك لكم، ببارك لنفسي وبارك لكل جمهور الأهلوية في كل مكان على تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا يا كريم زي ما انت قلت من داخل مقر جريدة اليوم السابع هيكون معانا كل هذه العناوين، ولكن خلينا يعني نبدأ بالأخبار المفرحة. خلي الخبر المؤسف والمتعلق بوفاة 21 متسابق في الصين ده يعني هيكون معانا في نهاية جولتنا الصحفية، ولكن بطبيعة حال بعد تأهل النادي الأهلي كان لازم نشوف صحف جنوب أفريقيا إزاي تناولت فوز النادي الأهلي، وكمان لأن هما حالة من التشاؤم الشديد سيطرت على كل عناوين هذه الصحف، خاصة أن النادي الأهلي قرر التأهل على حساب سان داونز بنفس نتيجة النسخة الماضية. البداية من موقع سوكر لادوما أكد أن النادي الأهلي مع موسيماني نجح في إقصاء سان داونز، وكتب نتيجة المباراة بعنوان أهلي بيتسو ينهي رحلة سان داونز من دوري الأبطال. كمان من صحيفة تايمز لايف نشرت النتيجة بعنوان الأهلي وبيتسو جيدان للغاية ولكن الخسارة مخيبة للأمال. وفي النهاية موقع سوبر سبورت كان عنوانه لا عودة لسان داونز مع تقدم الأهلي. من جريدة الشرق الأوسط، الصراع الثلاثي بين تشيلسي وليفربول وليستر على آخر بطاقتين لدوري الأبطال يحسم اليوم. طبعا تشهد المرحلة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صراع ثلاثيا بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي على البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب الثالث في الأعوام الأربع الأخيرة وجاروا مانشستر يونايتد الوصافة، انحصرت المنافسة على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين الثلاثي تشيلسي وليفربول وليستر سيتي. كمان يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الرابع بفارق 4 أهداف أمام ليستر سيتي الخامس. عايزين نقول كمان أن بيحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا 11، فيما يلعب ليفربول المرة الأولى أمام 10,000 من جماهيره عندما يستضيف كريستال بالاس 13، ويلتقي ليستر سيتي بطل مسابقة الكأس مع ضيفه توتنهام السابع. ومن موقع اليوم السابع، صراع شرس في ختام الدوري الإيطالي اليوم لحسم تذكرتي أبطال أوروبا. تشهد الجولة أيضا 38 والأخيرة من عمر الدوري الإيطالي اليوم الأحد مواجهات حاسمة في ترتيب المربع الذهبي، حيث يلتقي إنتر ميلان الذي حسم اللقب مبكرا مع نظيره أودينيزي على ملعب سان سيرو. وتقام جميع مباريات الدوري الإيطالي في اليوم النهاردة في تمام الساعة 9 إلا ربع مساء.
ويواجه فريق يوفنتوس نظيره بولونيا ويستضيف فريق أتلانتا نظيره اي سي ميلان. كمان بيتقدم الصراع في المربع الذهبي بين ميلان مع يوفنتوس ونابولي من اجل حجز مقعدين اضافيين لدوري ابطال اوروبا رفقة انتر ميلان وأتلانتا اصحاب المركزين الاول والثاني. خلينا نقول نقاط الأندية سريعا. ميلان في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، أتلانتا في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، كمان نابولي في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، وأخيرا يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 75 نقطة. واخيرا للاسف يعني خبر مؤسف من روسيا اليوم، موجة برد قارس تتسبب في وفاة 21 متسابق خلال ماراثون. ذكرت وسائل اعلام رسمية بالصين اليوم الاحد ان 21 متسابق يعني لقوا حتفهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباق للركض في اقليم كانسو بشمال غرب البلاد امس السبت. انطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر، ثاني أطول الأنهار بالبلاد، وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة. كمان يعني قالوا مسؤولين في الصين أن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاع جبلي من مسار السباق وانخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد، وشارك في الماراثون 172 متسابق وتأكدت يعني سلامة 151 متسابق منهم 8 تعرضوا إصابات طفيفة. أخيرا خلينا نفكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم وتحديدا على مستوى مباريات الدوري الإنجليزي. كل هذه المباريات ستقام في الساعة الخامسة مساء. أرسنال وبرايتون، ليفربول وكريستال بالاس، فولهام ونيوكاسل، ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، مانشستر سيتي وأفرتون، ليدز يونايتد وويست بروميتش، كمان أستون فيلا وتشيلسي، ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، شيفيلد يونايتد وبيرنلي، وأخيرا ويست هام يونايتد وساوثهامبتون. دي كانت جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. كل الشكر لزميلتنا العزيزة مريم سميح المتواجدة في مقر جريدة اليوم السابع. شكرا ليكي وصباح الفل عليك. شكرا لك يا مريم وشكرا لك يا هنا، وتغطيه اكثر من رائعه سواء عن اخبار النادي الاهلي او في الرياضه وفي الصحف والمواقع المختلفه محليا وعالميا. وخلينا بقى نروح لان احنا بنتكلم زي النهارده والنوستالجيا اللي كلنا بنحبها، زي النهارده 23 مايو لكن عام 1941 ميلاد علي حفظي، هو لاعب الاهلي في مطلع الستينيات من القرن الماضي ومن مواليد محافظه المنوفيه، لكن الجذور بتاعته يعني بتعود لصعيد مصر. بدا علي حفظي لعب الكره في شوارع القاهرة والتقطته زي ما بيتقال كده أعين عبده البقال، كشاف المواهب، انضم لأشبال الأهلي، صعد الفريق الأول عام 1960 ولعب مع جيل العمالقة، بنتكلم صالح سليم، الجوهري، طه اسماعيل، الفناجيلي. بعد ثلاث سنوات بقى انشغل علي حفظي بعمله العسكري كضابط في القوات المسلحة وأصبح من رموز العسكرية المصرية، كان من قيادات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، ويتدرج حتى أصبح قائدا لسلاح حرس الحدود مساعدا لوزير الدفاع ثم محافظا لشمال سيناء. شارك كمان في تطوير منظومة الرياضة بالقوات المسلحة وشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ده كان عام 1993. عندنا رموز محترمة جدا، رموز أثرت فعلا يعني، ورموز تركت وراها زي ما بيتقال كده باع كبير. فنتكلم عن علي حفظي من هذه الرموز اللي أكيد بنفتخر بها كأهلاوي. بنفس التاريخ ولكن بعدها بست سنين كاملة، يعني زي النهاردة يوم 23 مايو ولكن من عام 1947، في اليوم ده فاز الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على النادي المصري بنتيجة 2-1، والأحرز الهدفين في هذه المباراة للنادي الأهلي كان اللاعب فؤاد صدقي. لعب الأهلي عموما مع النادي المصري 7 مرات في نهائي كأس مصر فاز بيها كلها، يعني كل المباريات اللي في النهائي اللي جمعت بين الأهلي والمصري فاز بيها الأهلي، لكن بشكل عام الأهلي لعب مع المصري 23 مرة في بطولة كأس مصر، فاز 16 مرة، اتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات. فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 37 مرة والزمالك فاز بها 27 مرة، وكل من الاتحاد والترسانة فازوا بها 6 مرات، المقاولين العرب 3 مرات، مرتين لكل من الإسماعيلي والأولمبي وحرس الحدود وإمبي، ومرة واحدة فقط لكل من المصري والقناة والترام،
ودايما كالعاده زي ما حضراتكم سامعين كده معانا الاهلي دايما بيتصدر كل البطولات ومن قديم الازل. مش بايدينا يا جماعه، مش بايدينا، ده التاريخ، وده التاريخ والحاضر وهيبقى المستقبل. يعني يا رب ان شاء الله. نروح برضو لان احنا لسه معانا تاريخ اخر، 23 مايو بس عام 1958 فاز الاهلي على الزمالك 3-1 في الدوري العام، احرز هدفي الاهلي صالح سليم احرز هدفين، وسيد الدزوي هدف، لاعب الاهلي مع الزمالك 122 مباراه في الدوري العام، فاز في 46 مباراه، تعادل في 48، خسر في 28. فاز الاهلي على الزمالك 9 مرات بنتيجه 3-1، منها 3 مرات في كاس مصر ومرتين في الدوري العام واربع مرات في دوري القاهره. احنا بنتكلم كله بالارقام، مش بيجيب حاجه من عندنا يا جماعه، احنا مش بيجيب حاجه من عندنا. طيب تعالوا بقى نروح نتكلم شويه عن الدوري الاسباني. امبارح كان نهائي الدوري الاسباني، وطبعا لازم نتوجه بالتهنئه لكل محبي وكل جماهير اتلتيكو مدريد، الفريق اللي توج بالامس بالدوري الاسباني للمره رقم 11 في تاريخه. حقق اتلتيكو الفوز على منافسه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد، طبعا ده كان في اطار مباريات الجوله الاخيره. ارتفع رصيد اتلتيكو مدريد الى النقطه رقم 86 في صداره جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد طبعا صاحب المركز الثاني ب 82 نقطه، وتمكن الفريق المدريدي من الوصول ل يعني 11 لقب الحقيقه في الفتره الاخيره. الفريق ده برضو يعني بعد طول غياب الى حد ما حقق 11 لقب في سجلات الانتصارات الاسبانيه بعد غياب استمر 7 سنوات. شهد الموسم الحالي منافسه شرسه جدا بين اتلتيكو مدريد وبين ريال مدريد وبين برشلونه. الحقيقه كان دوري متميز جدا هذا العام، كلهم كانوا بيتصارعوا على حسم اللقب المحلي الاغلى بالنسبه لكل فرقه منهم على حده. في الشوط الاول كان بلد الوليد متقدم بهدف، لكن في الشوط الثاني احرز اتلتيكو هدفين متتاليين في خلال 10 دقائق فقط، وده طبعا كان شوط حاسم جدا في البطوله دي بشكل عام مش بس في هذه المباراه. طيب خلينا نروح بقى للدوري الالماني ونتكلم عن صناعه التاريخ اللي ليها اساطير، ويعني تحديدا هنا روبرت ليفاندوفسكي اللي حقق الهدف رقم 41 في الموسم الجاري في الدوري الالماني، وكسر بذلك رقم الاسطوره الالمانيه جارد مولر اللي سجل كان بقى 40 هدف في موسم واحد في الدوري الالماني، ده كان عام 1971 و1972 يعني الموسم ده. امبارح انتظر بقى روبرت ليفاندوفسكي حتى الدقيقه 90 عشان يقتنص في الثواني الاخيره بهدفه التاريخي اللي ظل صامدا هنا 49 سنه، انتصر بكده نقدر نقول بايرن ميونخ على منافسه بخمسه اهداف لهدفين في الجوله 38 وهي الجوله الاخيره من الدوري الالماني، وبالنتيجه دي نقدر نقول ان خلاص يعني وصل رصيد بايرن هنا ل 78 نقطه، يعني بقى في صداره جدول الترتيب. فاعتقد يعني دي حاجه تسعد كل الناس اللي بتشجع ليفاندوفسكي، وهو اداء كان رائع بصراحه. لو انت برضو شفت يعني او تابعت، هي كانت للاسف ما شفتش اللقاء ده، بس لا هو عموما برضو هو حدوته اصله لوحده طبعا، حدوته وعنده كاريزما كده وعنده ستايل، وبعدين تحسيه حصان في الملعب، بعدين 41 هدف في دوري واحد، اللهم صل على كامل النور، ايه اللعيبه دي؟ طيب. نكمل بقى. طيب نشوف بقى لقطات ولا ايه رايك؟ ولا مفيش لقطات نشوفها؟ لا والله نخش على اللي بعده. هنعمل ايه يا حضرات دلوقتي؟ هنخش على اللي بعده. طيب اقول لك على حاجه، اقترح نخش على هنشوف مع حضراتكم طيب لقطات لواحد من اهم وافضل الملاعب حول العالم على الاطلاق، ملعب سانتياغو برنابيو اللي بيتم اعاده بنائه حاليا وتطويره في الوقت الحالي بتكلفه وصلت لمليار دولار. ده يعتبر أفضل ملعب في القرن 21 على مستوى العالم، ويعتبر أيقونة رياضية بالمعنى الحرفي للكلمة، بيتميز بأقصى درجات الراحة والأمان، وكمان أحدث التكنولوجيات موجودة في هذا الملعب. هيكون الملعب ده طبعا كالعادة واحد من أكثر المعالم جاذبية لزوار مدينة مدريد. الملعب هيتم افتتاحه في موسم 2022، طبعا بيرجع جدير بذكر بيرجع تاريخه لعام 1944، وتسمى بهذا الاسم باسم سانتياغو برنابيو نسبة إلى الشخص اللي بيحمل نفس الاسم، رئيس النادي الاسطوري اللي اسس لهذا النادي واللي ليه قصص نجاح كبرى على مر تاريخه. طيب اخر بقى خبر معانا وبعد كده هيبقى فاصل وهنروح للفقره الحواريه. الخبر اللي معانا او يعني المعلومه اللي معانا هي بتتكلم عن الصحه شويه، وبعد رمضان واكل رمضان والحلويات اكيد يعني اللي معظمنا كان مواظب عليها فتره رمضان، كلنا زدنا في الوزن او معظمنا زاد في الوزن. طيب ايه الحل، الرجيم ولا الرياضه ولا الاثنين مع بعض؟ يعني خلينا نعرف من الانفوجراف اللي معانا ده نصايح عشان انقاص الوزن بعد تحديدا رمضان، وهنطلع بعد كده فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
مرحبا بحضراتكم. زي ما انتم عارفين دايما في 10 الصبح في الاهلي بنبقى حريصين ان احنا نتكلم عن كل الرياضات في النادي الاهلي، والنهارده تحديدا هنتكلم في الفقره دي عن الجمباز، جمباز النادي الاهلي اللي حققوا فيه البطلين اللي معانا الفتره الاخيره العديد من الميداليات. خلينا نرحب في البدايه بعبد الرحمن رضا بطل الجمهوريه ويحيى شراره لاعب جمباز الاهلي. صباح الفل. صباح النور. بطلين جمال اهلاويه، وبنتكلم عن رياضه الجمباز. الرياضه دي اللي يعني ما هيش رياضه جديده، ولكن مؤخرا بقينا نسمع يعني بطولات كتيره جدا بيتم حصدها، وفي نفس الوقت عندنا لعيبه ولهم اسماء بقت زي ما بنقول كده منوره. انا هبدا معاكم لان الناس برضو لازم اكيد تعرف عنكم كباك جراوند. ابدا معاك عبد الرحمن، تحكي لنا بدايه اصلا امتى بديت اللعبه، وهل البدايه بتاعتك كانت في النادي الاهلي ولا لا؟ خلينا نعرف. انا ابتديت وانا عندي 3 سنين او 3 سنين ونص. 3 سنين في الاكاديميات في النادي الاهلي، وواحده واحده بنكبر في الاول بنبقى مدارس وكده، وبعد كده بنبدا نخش بطولات واحنا تحت 7 سنين، وبعد كده بنفضل نلعب تحت 8، وبعد كده حد درجه تانية، وبعد كده درجه اولى. طيب ولو عرفت منك برضو يحيى. انا بدات وانا عندي 4 سنين، ويعني مستمرين من زمان طبعا في النادي الاهلي، ما احنا الاثنين من بدايه اهلاويه بالظبط. بس ويعني هو دلوقتي عندي 19 سنه ولسه مكمل لحد دلوقتي. لا واحنا لسه انتوا لسه في البدايه يعني لسه مكمل، لسه انت قدامك 15 سنه كمان مثلا. بس ليه الجمباز؟ يعني معظم الولاد وهم صغيرين بيبقوا كره قدم تنس، يعني اشمعنى جمباز؟ عشان يعني انت لما تيجي تتفرج بتلاقي الناس بتتشقلب وبتعمل حاجات جديده، لكن في كذا واحد مثلا، في ناس كتير قوي بتلعب كوره لكن مفيش ناس كتير بتلعب جمباز. فانت انت اللي حبيتها ولا اهلك اللي مثلا هم اللي اختاروا؟ انت كنت صغير برضو. كان مامتك او باباك هم كانوا يعني اصحاب الفكره في البدايه؟ في الاول كان الموضوع عشان اظبط جسمي وكده، لكن بعد كده واحده واحده بتحب اللعبه يعني. ويحيى. الحقيقه ما كانتش فكرتي في الاول، يعني هو والدي ووالدتي اللي خلوني اخش الرياضه، وبعدين بقى بالتدريج مع التمرين وكده هي اللي بيخليني متمسك برياضه الجمباز اكتر، ان هي فيها فرايتي كتيره في الحركات. يعني كل لعيب بيشوف الحاجه المختاره، طبعا ده في سن كبير يعني، الحركات اللي هو ينفع يشتغل عليها، ففي تنوع كبير فبيخلي في تمسك في الحركه في اللعبه اكتر يعني، عشان في حركات كتير ممكن تتعمل. هو اصلا في انواع من الجمباز برده عشان الناس تبقى عارفه، فردي والحصان تقريبا حاجات زي كده، خلينا نعرف. لا هي دي اجهزه في الجمباز الفني. دي اجهزه اوريدي موجوده. طيب الانواع بقى، في انواع جمباز، يعني في جمباز ايقاعي، في جمباز ترامبولين، في جمباز فني. الفني ده اللي احنا بنلعبه. اكتر حاجه مشهوره ايه؟ الايقاعي. لا هو يعني كلهم تقريبا نفس الحاجه. بس هو هنا في مصر تقريبا اكتر حاجه بتتلعب الجمباز الفني. اوكي. بعدين الايقاعي تقريبا، وفي الايروبكس برضه. طيب الترامبولين هو كلهم واخدين نفس حقهم، بس يعني الفني هو تقريبا اشهر نوع في مصر. ده بقاله قد ايه تقريبا برضه لو تقول لنا كبدايه؟ هو زمان يعني 2002 وكده ما كانش مشهور قوي الجمباز عامه بصفه عامه في مصر، بس طبعا يعني من قريب بقى في محافظات اكتر كمان بتخش الجمباز. يعني احنا زمان كان هو القاهره واسكندريه ومثلا ممكن فرقه ولا فرقتين من بورسعيد بكتير قوي. دلوقتي لا بقى في فرق كتير، بس طبعا سنهم صغير لان هم دخلوا الجمباز يعني من قريب. فبيكون لسه بينافسوا في بطولات اقل، يعني تحت 7 وتحت 8 وكده، لسه ما وصلهمش اللعيبه الكبيره لدرجه ثانيه. هو ده انا ابتديت بيه الفقره، يعني انا بقول الجمباز لعبه قديمه بس مؤخرا بقينا نسمع عنها اكتر والتركيز معاها اكتر، واسماء اللعيبه فيها كمان اكتر، فده راجع يمكن لان اصبح في تركيز اكتر مع اللعبه، وانتم مثلا بقيتوا او جيل محظوظ الى حد ما ان انتم بتاخدوا اهتمام اكتر. يعني وجهه نظرك ايه برضو يا عبد الرحمن؟ احنا يعني عشان زمان يعني الموضوع ما كانش فيه، ما كناش كانش الناس بتكسب كتير وكده بالظبط، الموضوع بدا يتشير اكتر، فالناس بدات تشوف ان ايه اللعبه دي، في ناس كتير بتخشها، وفي بطولات كتير بدات تتعمل اكتر ومهرجانات اكتر، فالناس الصغيره بدات تتجه ليها شويه. طيب لو هروح معاك برضو للبطولات، لان المهم ان احنا نتكلم ايه البطولات اللي انت شاركت فيها، واكتر بطوله نقدر نقول كان فيها تحديات، لان انا خدنا للكواليس شويه. يعني انا ما جوه مصر بنلعب كل سنه كاس مصر وبطوله الجمهوريه. وبره مصر ما روحتش غير هي البطوله العربيه كانت في تونس بس. بس اكتر بطوله كان ممكن يكون فيها تحديات ممكن البطوله دي او السنه اللي فاتت، كان اكتر بطولتين صعبين يعني. انا شايفه صور هنا، بس ده طبعا ده مين فيكم؟ ده يحيى.
ده كل ده في بطوله معينه. لو خلينا بس بالراحه شويه يا جماعه الصور دي من بطولتين كنا كسبنا اول جمهوريه برضو دي نفس البطوله كنت انا فيها تاني فردي عام ومحمد اللي كان معايا في الصوره كان اول فردي عام ودي انا وعبد الرحمن كنا في نفس الفرقه نفس الفئه العمريه يعني برضو البطوله كسبنا فيها اول. ماشي اللي بعده والصوره بتاعه البحر مين كان فيكوا ده كده بقى ده فور فان ده مع المدرب بتاعي كابتن كريم علي كان بيمرني وانا تحت سبعة وحاليا بيمرني برضو في الدرجه الاولى دلوقتي. ده كان عندك مثلا 3 سنين لا مش 3 سنين كان عندي 6 سنين في هنا دي اول قبل اول بطوله ليا خالص قبل ما العب اي بطوله خالص. وحلو ان انت بتكبر مع نفس المدرب برضو. هو طبعا هو احنا يعني احنا اتمرنت مع كابتن كريم وانا تحت 7 وتحت 8 بعدين هو مرن سن اكبر ولما طلعت تاني اتمرنت معاه. طيب دايما الجمباز بيقولوا ان هو محتاج يعني لياقه وكمان طبعا التركيز على الشولدرز او الدراعات اكتر صح كده ده بيتطلب بقى منكم قد ايه تدريب في اليوم وفي نفس الوقت انتوا ليكم نظام اكل معين لان اعتقد لو في زياده في الوزن حاسب ده هياثر بشكل مباشر على الاداء صح؟ هو احنا بنتمرن 6 ايام في الاسبوع 6 ايام واربع ايام منهم بتبقى تمرينه الصبح وتمرينه بالليل. يعني انت تقريبا حياتكم كلها في النادي الاهلي هنا بالظبط. طب والدراسه والحياه عامه الاجتماعيه هو الرياضه عامه بصفه عامه ما بتاثرش على الدراسه بالعكس هي بتساعد لان احنا بننظم وقتنا حلو قوي يعني مثلا الواحد لو قاعد يذاكر طول اليوم هو ما هيزهق فلازم يفصل بحاجه تانية فالرياضه بتساعد في كده. وبالنسبه لعبد الرحمن انت بتشوف الموضوع صعب بعض الناس بيقول لنا ابطال بيقولوا يعني ده بصراحه بيجي على حساب ده وفي ناس زي يحيى بيقولوا لا احنا بنعرف نوازن بين الاثنين. والموضوع بيبقى صعب شويه واحنا صغيرين عشان ما بيبقاش فيه تركيز قوي في موضوع الوقت وكده بيبقى كله داخل في بعضه لكن لو بتبدا تكبر شويه بتبدا تنظم وقتك وكده فالموضوع بيبقى اسهل. دلوقتي الموضوع اسهل. انتوا لسه مش في كليات صح؟ لا انا في اولى جامعه. في اولى جامعه ايه؟ بيزنس القاهره. بيزنس اوكي وانت لسه ثانيه سنه. لسه ثانيه سنه انت ايه اللي حابب كليه تدخلها وهل في نفس الوقت شايفين ان هيبقى في كارير جنب الرياضه ولا لا يعني انا حابب اخش هندسه ان شاء الله يعني. هندسه يعني مهندس يعني الموضوع صعب خلي بالك ومذاكره هندسه صعبه جدا طيب هتوازن الدنيا ازاي ولا انت بس عايز شهاده وخلاص صراحه؟ لا يعني الموضوع في الاول هيبقى الاهتمام للجمباز بس ممكن واحده واحده نبدا نركز في الدراسه شويه يعني ممكن تاخد بريك مثلا من الجمباز. لا مش هنريح قوي بس يعني هنبدا مثلا لو ممكن تمرين الصبح وبالليل نقللها شويه وكده بس هنتمرن كل يوم يعني. ويحيى هو بالنسبه للكليه اللي هي بيزنس اللي انا فيها هي مش كليه صعبه قوي زي هندسه طبعا بالظبط طبعا يعني هندسه وطب والكليه طب اختارها ممكن عشان يعني هي كليه لطيفه والمذاكره فيها مش بكميه كبيره قوي فده بيساعد في ان انا انتظم في التمرين عادي زي ما انا شغال وزاد مع المذاكره لعبها صح برضو يحيى يعني. طيب معلش هسألكوا سؤال انا ليه بروح للنقطه دي علشان برضو لو في اهالي بيتفرجوا علينا يعرفوا لو ولادهم وهم صغيرين ده هياثر على حياتهم المهنيه ولا لا فانتوا كابطال دلوقتي وكليكوا برضو اهالي اكيد عندهم كونسيرن او اهتمام كبير ان انتوا حياتكم الدراسيه وفي نفس الوقت العمليه بعد كده تبقى يعني مفيش تقصير فيها في المستقبل انتوا شايفين نفسكم برضو او شايف نفسك مثلا على سبيل المثال يا عبد الرحمن مهندس وفي نفس الوقت بطل في الجمباز ولا شايف نفسك اكتر مهندس يعني هتشوف مستقبلك ازاي او راسم مستقبلك ازاي ده مع ده هيبقى بتالي صعب جدا. لا يعني هو ان فكر ان انت توازن ما بين الاثنين الموضوع بيبدا بقى لما تكبر هيبدا يبقى اصعب فانت لازم تبدا تتخلى عن واحده فيهم بالظبط او مثلا ممكن تبدا بقى لما تكبر خالص انك تبطل جمباز وتتجه مثلا انك تمرن سن بقى معين يعني ويحيى هو انا شايف الموضوع لحد دلوقتي يعني تمام انا مبسوطه بالتفاؤل ده بس والله حلو يعني شايف ده مع ده ممكن يعني الموضوع تمام وبعدين بس طبعا لما اوصل لمرحله الشغل ممكن عشان نظام الشغل نفسه اسلوب التمرين يتغير شويه بالظبط يعني ما يكونش في انتظام بالظبط اللي هو 6 ايام ممكن مثلا عدد الايام تقل او فتره التمرين مختلفه تختلف يعني احنا مثلا عاده بتمرن 4 ساعات تقريبا ممكن فتره التمرين تقل عشان اعرف برضو انظم يعني.
طيب لو احنا قارنا نفسنا وفي نفس النقطه دي بالخارج، احنا بنتكلم ان هل هم في الخارج برضو، وهتكلم عن رياضه الجمباز اكيد انتوا تعرفوا ايكونز يعني على المستوى العالمي مشهورين جدا وابطال في هذه الرياضه على المستوى العالمي، انا بتكلم هل برضو حياتهم كده يعني، هل هم بيوازنوا ما بين الحياه العمليه والرياضيه ولا الموضوع بيبقى مختلف؟ لان هناك بنشوف البعض لا بيركز اكتر في الرياضه حتى ممكن بعد كده يروح لمهنه خاصه بالرياضه اللي هو بيلعبها، فخلينا نعرف منه. هو طبعا بره بتفرق في ان هو يعني كل واحد مثلا هما بيلعبوا جمباز فبيكون عندهم كل الدعم في كل حاجه، كدعم مادي او دعم ان هو يخليهم مثلا ما يحتاجوش يشتغلوا شغل مع التمرين. طبعا الحوار ده ابتدى يتطور هنا في مصر ان احنا يعني بقى في دعم مادي من سواء من النادي او من المنتخبات، بس لسه محتاج ان هو يزيد اكتر كمان، ان هو عشان الواحد يكون متمسك بالرياضه بس، ان هو مش لازم يحتاج كارير تاني عشان يعرف بعد كده يكمل حياته. انا بتفق معاك. طب الناحيه مثلا الامتحانات او حاجه لما بيصدوا في امتحان او بيبقى في تنسيق يعني الموضوع بيتم في وقت ما يعني فيها ما بنروحش التمرين على حسب الامتحانات وبنظبط مع المدربين وكده. ما بيتمش مثلا تاجيل الامتحان على صالح البطوله لو في او حاجه زي كده؟ لا في الغالب ما بيحصلش ان في بطوله وامتحان في نفس الوقت. طب الحمد لله لحد دلوقتي اوكي. طيب على كل حال الوقت بيجري، بس انا عايزه اروح معاكم لان زي ما اتكلمنا دي مش اول مره طبعا نستضيف ابطال في 10 صفر في الاهلي، في رياضه الجمباز تحديدا في الاهلي. هي رياضه زي ما احنا قلنا مؤخرا يعني ليها حيز كبير جدا او باع كبير جدا وخرجت اسماء كبيره جدا يمكن لسه برضو صغيرين، ولكن اعتقد المستقبل هيكون افضل. سؤالي ليك وهختم بيه، مستقبل الجمباز في مصر انا هتكلم عنه وطبعا في النادي الاهلي، شايفينه كده احنا ماشيين في خطى سليمه ولا لا، وازاي ممكن نوصل برضو ان احنا نبقى في المستوى الدولي بننافس على المراكز الاولى؟ هو طبعا الجهاز الفني بتاع الجمباز والاداره والنشاط الرياضي كلهم بيساعدوا ان احنا نطور، زائد الصاله الجديده اللي بتتبني في نادي الشيخ زايد اكيد دي طبعا هتساعد ان في ناس حاجه يعني اكيد طبعا اكيد بتساعد ان الناس اكتر يخشوا الرياضه وان احنا كمان نلاقي امكانيات احسن في الصاله الجديده. فطبعا احنا ماشيين في سكه كويسه حلو، فيعني دي حاجه بتبشر ان احنا هنوصل لمراحل اعلى ان شاء الله في المستوى قريب. وعبد الرحمن برضو شايف ازاي ده؟ هو احنا فكره الصاله الجديده دي اكيد كويسه وان كله بيدعمنا يعني وبيساعدنا على كل حاجه، مفيش حاجه ما فيهاش ما بيجيش، فكل ده بيساعدنا ان احنا نبقى احسن يعني. يعني الدعم موجود وزي ما نقول النماذج موجوده، فاحنا ممكن ان شاء الله فعلا نلاقي الفتره اللي جايه رانكينجز جديده خالص. اكيد ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى ده، وعلى ايديكم برده عايزين الاهلي يعني كمان يحصل على المراكز دايما الاولى. انا بشكركم جدا يحيى عبد الرحمن نورتوني، ونشوفكم ان شاء الله بقى في النادي اكيد ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم، الفقره دي كده خلصت، استنونا بقى الفقره الاخيره بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا ماتش امبارح مع سان داونز كان مليان جوانب فنيه كتيره جدا تستحق ان احنا نقف عندها ونتأملها ونتناولها بالنقد وبالتحليل. من ضمن التفاصيل برضو اللي عايزين نتكلم عنها في هذه الفقرة فكرة ان ازاي موسيماني خد من اللقاء اللي هو عايزه، وكمان طبعا عندنا كلام كتير عن السوبر الافريقي، كل ده هنتناقش فيه مع يعني ضيفنا العزيز الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. صباح الفل ومبروك للانتصار الجميل. صباح الخير كريم، صباح الخير نهواندو، والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا امبارح كان يوم اكتر من رائع وتكرار اعتقد للماتش اللي حصل اللي فاتت، بنتكلم يعني السيناريوين 2-0 كل حاجه بصراحه 2-0 1-1 هو بس اللي اختلف موسيماني قام الدكه دي قاعد الناحيه الثانيه. انا هبدا معاك وهاخد من كلام كريم، احنا فعلا قدرنا ان احنا ناخد من الجيم اللي احنا عايزينه، ما كانش في مجال امبارح ان احنا نلعب اوبن جيم، ما كانش في مشكله عندنا في استحواذ الفريق الاخر ابدا للكره، احنا كنا عايزين الى حد ما نلعب بشكل يعني دفاعي اكتر ما هجومي. فخلينا نروح معاك برضو للنقطه دي لان احنا محتاجين نحلل ده علشان كمان القادم، دايما عايزين ناخد من القديم علشان نتكلم في القادم. بصي انا وانت طبعا الفكره لموسيماني في المباراه ان هو اوريدي نازل الجيم ده مش عايز يستحوذ، واضح جدا جدا من طريقه اللعب ومن التشكيل ومختار اللاعبين، نلعب بطريقه اقرب الى 4-1-4-1. انا مش عايز استحواذ، انا نازل اقول لك اتفضل الكره معاك اهي، انا جاي من مصر كسبان 2-0 وجاي اضيع وقت، خد انت بقى اعمل شوف انت عايز تعمل. دي الفكره ببساطه من البدايه. ايه الدليل على كلامي؟ النادي الاهلي محمد شريف ومجدي قفشه اللي هم الاثنين اول اثنين المفروض يضغطوا واقفين في نص الملعب،
طيب سان داونز طلع بالكره من عند الحارس، حد هيروح لهم؟ لا يا باشا انا مش رايح لك، اعمل اللي انت عايزه، كره معاك اهي، اتصرف زي ما انت عايز. لكن وانس لعيبه سان داونز عدوا نص الملعب تبدا لعيبه النادي الاهلي في الضغط. امبارح كان رامي ربيعه كمان امبارح، سيبك من رامي، امبارح اكتر واحد سمعنا صوته كان مين؟ الكابتن سامي قمصان. الاستاد فاضي. ايوه مفيش اي حاسوب. اضغط 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 اضغط. الخطه واضحه، فالخطه طبعا ذكيه جدا، واللي هي اعتقد هي انجح حاجه. يعني ماتش زي ده فعلا ما يبقاش فيه حاجه طريقه تضمنيها غير طريقه اللعب دي. ليه؟ لان برضو سان داونز شفنا امبارح الفرقه فعلا ميزتها مجموعه لعيبه حريفه. يعني بنتكلم ناشامينتو مثلا، ده راجل مساك حريف، لعيب برازيلي حريف مساك، لكن حريف، لعيب بيلعب كره على الارض حلوه. فبالتالي الفرقه زي دي لما تهاجمك بثمان لعيبه، في وجهه نظري من المخاطره جدا جدا انك تفتحي طبعا اللعب معاهم. بالظبط، وبعدين هما كمان عندهم سرعه ويستغلوا المساحات تكسب من الثانيه. وامبارح ما كانش عندهم مساحه كافيه قوي للاختراق من نص الملعب. بالظبط، يعني كان الدنيا متقفله كما ينبغي. بص يا كريم، انت سالت سؤال اعتقد سؤال مهم وسؤال فيه حقوق وعدل لازم نقولها عشان الناس اللي برضو في ناس اكيد كل واحد له وجهه نظر. في ناس بتشيد، في ناس بتنتقد. طيب احنا دلوقتي لو حبينا مثلا نحاسب بيتسو موسيماني في معادله بسيطه، ماتش الذهاب احنا كسبنا 2-0 بس كان عندنا بعض المشاكل في عمق الملعب، وده خلى سان داونز كان عنده فعلا هجمات خطيره في ماتش الذهاب، كلنا اعترفنا ان هم لعبوا بصراحه ماتش حلو قوي هنا في مصر. طيب الراجل النهارده عمل الواجب بتاعه وذاكر ماتش الذهاب كويس وعرف نقاط القوه عند سان داونز. اول قرار خده في ماتش الاياب قال لك انا هحط رامي ربيعه قدام الاثنين مساكين. طيب هو عمل القرار ده ليه او خد الاختيار ده ليه؟ خد الاختيار ده عشان سيرينو اهم لاعب شفناه امبارح في سان داونز هو كل تحركاته في العمق. رامي ربيعه امبارح اللي يشوفه او يتابع لعبه، الكره مع سيرينو او مش مع سيرينو هو وراه، الله اكبر عليك، هو لازق فيه، هو لازق فيه، هو عايز يقفل قلب الملعب، خلينا هو عايز يمنعه انه يستلم الكره باريحيه. لان سيرينو لما في ماتش مصر استلم الكره باريحيه، اللي احنا كنا بنلعب باتنين بس في خط الوسط او اتنين عندهم تارجت هجومي، اللي انت لسه بتبني الماتشين، انت عايز تحط الرصيد لنفسك. لما اطمننا وحطينا الرصيد خلاص، تعال يا رامي انت شغلانتك في الملعب، سيرينو رقم 10 اي حته يروح فيها انت وراه، ما تخليهوش يستلم براحته. ده فادنا في ايه؟ فادنا لو احنا ببساطه قلنا جبنا شخصين شافوا ماتش الذهاب وشافوا ماتش امبارح وسالناه هل سان داونز نجح انه يعمل كم المحاولات والهجمات على مرمى الاهلي زي ماتش الذهاب؟ ايا إن كان انت موافق على بتحب اداء الاهلي او بتحبش اداء الاهلي، هتقول لي لا بصراحه طبعا. العدد هنا ازيد من اللي انا شفته امبارح وبكتير وبكتير طبعا. يبقى هنا دي نجاح لبيتسو موسيماني، سواء انت شايف اداء الاهلي ممتع او مش ممتع. بنتكلم في حاجه رقميه وحاجه بتقول لنا ازاي نقيم المدرب ده. كويس جدا. انا عايزه اروح تاني لرامي ربيع، لان انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي في الانترو. نعم. وانا بشوف ولو انت تتفق يعني في النقطه دي، رامي عاد بشكل قوي جدا. رامي للاسف هو اصلا يعني كان بيلعب بمنتهى الاحترافيه، بعدين جات له اصابات متتاليه. نعم. وبعدين العودة كانت أعتقد يعني فيها إثبات للذات رائع جدا. امبارح الاعتماد عليه كمان زي ما أنت قلت وراء سيرينو، هو ماشي في الملعب، دوره كهاف ديفندر، دوره كبلاي ميكر، كل ده قدمه أعتقد بشكل أكثر من رائع. خليني برضو أقف معاك لده. شوفي أنا في وجهة نظري رامي ربيعة اللي بيعمله ده يعني إنسانيا نفسه أقرب إلى الإعجاز. ليه بقى؟ رامي ربيعة خاض افضل فترات حياته في وجهه نظري لغايه فتره مارتن يول المدير الفني الهولندي لما كان ماسك الاهلي في 2015. الفتره دي بتتكلم عن رامي ربيعه اللاعب مساك الاساسي في النادي الاهلي والمساك الاساسي في منتخب مصر وفتره ازدهاره، وكلنا عارفين لاعب كره القدم فتره الازدهار بتاعته لما بتيجي لازم يستغلها. وانس انها راحت صعب انها ترجع تاني، مش سهل. نادرا ما تقولي مثلا في لعيب كان مزدهر في 4-5 سنين وجي حصل له دروب وبعد كده قعد 3 أو 4 سنين بعد كده رجع ازدهر تاني. ده امر يعني اصلا قريب ضد طبيعه الحياه وضد المنطق. ما بتحصلش فعلا. وبنتكلم كرياضه، رامي
فضل فتره بيعاني فعلا من اصابات كتير, يعني كان يعني بيخف يقعد يلعب ماتش او ماتشين ولقد وللاسف كان يتصاب تاني فيرجع للكونترين تاني يقعد فتره بره الملعب يجي تاني يلعب وبعد كده يتصاب ويطلع بره. المره دي بقى انا فعلا بشيد بيه لانه من ساعه ما رجع خصوصا من اول مباراه للنادي الاهلي لعب الزمالك مرتين في رمضان من الماتش الاول, الماتش الاول ده فعلا كان اول اختبار لرامي لما بتلعب قدام فريق طبعا عنده امكانيات كبيره جدا, ماتش قمه في ضغط عصبي كل الامور يعني اللي فعلا تبرز اللاعب. رامي قدم مباراه في وجهه نظري اكثر من رائعه. كملنا بعديها الدوري ورامي بقى اساسي في ظل غياب بدر بنون وجينا ماتش الزمالك الثاني وبرده رامي قدم مباراه ممتازه. امبارح بقى الاختبار كان مختلف. اختبار مختلف في ايه؟ اختبار مختلف ان غيرت مركزك, وغيرت مركزك في مركز مش يحتاج منك بس انك تدافع, لا ان في بعض الاوقات الكره هتجيلك مش هينفع تطفشها, لازم تلعب الكره على الارض انك لعيب خط الوسط. فانا بصراحه بشوف ان رامي يعني اول حاجه طبعا ربنا 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 يحميه من الاصابات الفتره الجايه ان شاء الله, وباذن واحد احد احنا بنتكلم على لاعب فعلا رامي رجع للمستوى الرائع اللي كنا بنشوفه منه في 2015. استاذنك بقى نطلع فاصل سريع جدا ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.